أخذ الماء من الجامع إلى البيت جائز؟ أخذ الماء إلى البيت يكون بإذن اللجنة القائمة على هذا الماء الذي للشرب. فمثلا إنسان جعل كراتين ماء في المسجد للشرب، فاللجنة تستشيره مثلا، هل إذا جاء أحد وأخذ إلى بيته نسمح له؟ إذا لم نعرف من المتبرع، لأن بعض الأئمة والمؤذنين يقول أنا نحن لا نعرف من المتبرع، يجعل الكراتين ويذهب، فهم الذين يقررون. وأنا شخصيا لو كنت مقررا لسمحت بأخذ كاسة كاستين خمسة لكي يشرب من في البيت، لأن العبرة شرب الماء، سواء شرب في المسجد أو شرب في البيت، بما أن المقصد ليس البيع ولا التجارة. شو بدي تاجر خمس حبات وعشر؟ يعني لا يتصور أصلا. الحالة الثانية أخذ الماء الذي هو متعلق بالوضوء، إنسان قطعت عنده الماء، فهذا له حالتان: إذا أخذ الماء من المسجد لابد أن يستأذن اللجنة، هل تسمح له إذا كان الماء الذي يريد أن يأخذه للوضوء ولقوام الحياة، مش للتنظيف والجلي والمسح والشطف، لا، لقوام الحياة مثل الشرب والوضوء والطبيخ، فلا، للجنة أن تسمح له، لكن هو يفعل ذلك بإذن الإمام واللجنة. أما إذا كانت اللجنة تقول تأتينا توصيات من الجهات العليا والمسؤولين عنا أننا لا نسمح لأحد أن يأخذ، فعندها لا يخرج، ونشتري له نحن من خارج المسجد قلن قلنين ونحتسب الأجر عند الله. القلن حقه نص ليرة 75 قرش، فنشتري له ونساعده ونحتسب الأجر والثواب. إذا لا نمنع عنه الماء، وإنما نلجأ إلى طريقة أخرى. تنبهوا، هذه مسائل دقيقة، لا يجوز أن تمنع الماء عن أي أحد كان من كان. وإذا أنت يا إمام ولا مؤذن معاك ليرة ونص ولا ليرة تشتري وقتيته، يعني بدك تعطيه من المسجد بالسر، والله الموفق.